ان هو عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، وبالتالي هيعود لروسيا يوم 8 يوليو لحضور نهائي المونديال. اكيد طبعا شرف كبير جدا وفخر لينا ان اكيد واحد من المصريين يكونوا موجودين في المكتب التنفيذي للفيفا، وان هو يكون حاضر نهائي كأس العالم اللي الله اعلم يكون ما بين مين ومين. يعني كلنا شفنا المستويات، كل الفرق قويه، كل الفرق بتسعى انها توصل للمباراه النهائيه، واكيد شرف ما بعده شرف حضور مباراة نهائي كأس العالم، وأيضا للفريقين شرف ليهم كبير جدا جدا وصولهم لأقوى بطولة عالمية على مستوى المنتخبات. مستر هكتور كوبر بيعود للقاهرة بعد أسبوعين لحضور تكريم الجبلاية. احنا أكيد شعب طبعا، يعني شعب طيب، شعب جميل، شعب بنقول شكرا لكل الناس اللي تعبت معانا، لكل الناس اللي عملت مجهود معانا، لكل الناس اللي ساهمت معانا في أي عمل، سواء عمل حصل وتم في الآخر بنجاح أو لم يكلل بالنجاح اللي احنا كنا مستنيينه. لكن مستر هكتور كوبر كان موجود في قيادة منتخب مصر في الفترة اللي كان موجود فيها، قدر انه يصعد بمصر لبطولة الأمم الأفريقية وأيضا للمباراة النهائية، وبالتالي خسر أمام منتخب الكاميرون، كمان وصل بينا بعد غياب 28 سنة عن بطولة كأس العالم. الأداء أكيد كان مخيب، لكن يعني نتمنى إن شاء الله إن احنا نتعلم الدرس كويس جدا ونبدأ إن احنا نستعد للمونديال القادم من بدري، علشان يكون عندنا كافة التفاصيل ويكون عندنا دايما ما عندناش عنصر المفاجأة لما نروح نتفاجأ بالأحداث، لا عايزين نبقى محضرين. وبالتالي نتمنى بس إن شاء الله إن اتحاد الكورة يبدأ إن هو يعرف السلبيات والإيجابيات علشان التجربة القادمة تكون أكثر نجاحا إن شاء الله. خبر بيقول إن مستر في